أنا موجود في فيا ديلاروسا، طريق الألام، مستمرين في هذا الطريق حتى نصل إلى كنيسة القيامة، لكن أنا موجود في المرحلة الخامسة، وهذه المرحلة تكريم لسمعان القيرواني. يسوع المسيح كان حامل الصليب، وزنه ثقيل، وبسبب الجلد والآلام سقط تحت الصليب، فجاء الجند الروماني وأخذوا سمعان القيرواني حتى يحمل الصليب عن يسوع المسيح. فهذه المحطة بتكرم سمعان القيرواني، وأريد أن أكرم شمال أفريقيا اللي بيشاهدونا في هذه البرامج، إنه سمعان القيرواني من شمال أفريقيا اللي شرف المسيح وحمل صليب المسيح أيضاً.